السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اش اخباركم؟ كما كتشوفوا الفيديو اليوم هذا الجزء الثاني ديال الكتيوه اللي خدمنا اللي فصلناها. دابا غادي ندوزوا للخياطه ديالها. هنايا درت الدوبلورات ديال الظهر وديال الامام باش غادي نخدم. كما كتشوفوا الدوبلور درته من ثوب اخر، ما درتوش من ديك المبره الاولى لان غليظه بزاف. الا درنا الدوبلور الثوب منه فيه غتجي غليظه بزاف، ما تجيش زوينه في اللبسه وما غاديش مفينيه مزيان. كما كتلاحظوا دائما الكسيوات كيكون الدوبلور ماشي بحال الثوب الفوقاني ديال الكسوه، كيكون الدوبلور دائما ثوب اخر والكسيوه في ثوب اخر باش كتجي هكاك مزيانه. دابا ملي دورت الدوبلور ضروري ما تكرانيو باش الخياطه ما تبقاش مشنقه، كتجي الخياطه محلوله وتيجي لكم داير مزيان، كيجي لكم الكول داير مزيان وما كيبقاش مشنق. ضروري اي حاجه خيطتوها في هذه الدوره كتكرانيها، كضربي شويه شويه حتى لحد الخياطه، كضربي حتى لحد الخياطه كتفتحي داك الفتيحات الصغار. دابا غادي نقلب هاد الدوبلور اللي درتو على الظهر صافي، وغادي نحل مزيان هاد الخياطه. نحاول الدوبلور نرجعو كامل اللور باش ما يبقاش يبان ليا من الكسوه، ملي تلبسها البنيه ما يجيش الدوبلور كيبان. كنحل مزيان كما كتشوفوا هنا، كنجرب يديا. حاولوا ملي تطبقوا شي حاجه في الخياطه بالنسبه للبنات المبتدئات حاولوا تشوفوني الطريقه كيفاش كنخدم، هي اللي تخدموا بها ان شاء الله. كنخدم لكم بابسط طريقه والفصاله حتى هي ابسط ما كاين، يعني مثلا نحاول ما نصعبش عليكم حتى الشرح، كنحاول نشرح مزيان مزيان ونعاود ونشرح باش هكا يستافدوا البنات ودغيا يتعلموا في واحد الفتره اللي تكون قليله. يعني عوض ما تعلمي هكا على شهر ولا هذا، تقدري غير في جوج سيمانات الا تبعتي الفيديوهات مع التطبيق ديالهم تقدري تعلمي. وحتى قلقع الا كان راسك خفيف وكانت عندك الاراده تقدري تعلمي في يعني في واحد الوقت اللي دغيا دغيا انت غادي تعجبي في راسك بانك تعلمتي الفصاله والخياطه. كما كتشوفوا هنا كملت الامام، دابا غادي ندوزو للظهر ديالو. حتى هو غادي نركب ليه الدوبلور. هاد الفتيحه درت فيها 5 سنتيم. بالنسبه للبنات اللي ما شافوش الفيديو الاول ديال الفصاله غادي نحط لكم الرابط ديالو هنايا اسفل الفيديو. اسفل الفيديو هو اولا صندوق الوصف، هو انك كتوركي على العنوان ديال هذا الفيديو كطلع لك واحد الكتابه غتلقاي روابط تما، هما اللي كيكونوا الرابط ديال شي حاجه الا هضرت عليها في الفيديو. كما غتلقاو الرابط ديال الفصاله ديال هاد الكسيوه وهنا كاينه الخياطه ديالها. كما كتشوفوا دابا الدوبلور ديال الظهر حطيته فوق من هنايا. دابا هذا غير الكتاف، غادي نلاقيهم نلاقي الكتاف ديال الكسيوه. كما كتشوفوا دابا خدامين غير على الجيلي الفوقاني، ومن بعد غادي نلصقوا الصايه اللي درنا. وكما كنقول لكم دائما اي حاجه درت معكم تقدروا ديروها في اي ثوب بغيتوا. انا كنخدم لكم في الطروفه اللي عندي والثواب اللي كنشري انا، وكنتوما عندكم الاختيار في الثوب، ماشي ضروري انكم تطبقوا غير داكشي اللي كندير صافي. هنا غادي نخدم، غادي نتبع على ديك الفتيحه اللي عندي في الظهر حتى هي غادي ندور عليها. اللي ما فهمتش هاد قضيه الدوبلور وهاد الفتحه وداكشي خليو ليا في التعليق، ان شاء الله غادي ندير لكم درس خاص غير بهاد المونتاج ديال الكول وديال الفتحه، هاد لونسيسمات اللي كيداروا الدوبلور وداكشي. يعني يكون قريب ويكون فيديو فيه غير هادي صافي، ما فيهش زعما الخياطه ديال الكسوه كامل، حيت انا تنمشي على حساب الدروس اللي تنحط كنحطهم على حساب التعاليق ديالكم. كنشوف البنات وشنو اللي محتاجين واشنو اللي واقفين عليه وشنو اللي باغين هما في الفصاله والخياطه هو اللي كنطبق، باش ما نبقاش غير نجي وتنحط غير فيديوهات كما كانوا. يعني من الاحسن ملي كنصور كنصور اللهم نصور داكشي اللي غيستافدوا منه البنات. المهم دابا خدمت، غادي نقلب نخرج القنيتات ديال ديك الفتيحه اللي درت. كما كتشوفوا ها هي البياسه. دابا غادي نفيني الدوبلور ديال الظهر. كما كتشوفوا كنطوي بحال كندير ليه لوغلي لداخل. كنقلب لوغلي على الداخل وغادي نخدم هاد الطريقه هذه. كتجي مفيني والبياسه والله ما يعرفك شي واحد واش خدمها انت ولا خدمها في الدار. يعني تتجي كتبان بحال مشريه، يعني بحال خدمه ديال الشركات. كتجي بياسه مفينيه وناضيه، يعني تقدري بحال هكا البنات اللي بغاو يديروها من البيع تقدري تشري التيكيت وتركبي التيكيت وتاخدي حتى السلوفان كيتباع بالكيلو. يعني الميكا اللي كيكون فيها اللي كتشري فيها البياس اللي كتشري فيها هكا كسيوات، وتقدري تخدميهم وتصاوبيهم وتحطيهم حتى هما للبيع بالنسبه للعيالات اللي كيخدموا هادشي وتبيعوا في ديورهم. الملابس الجاهزه تقدروا ديروا حتى هاد الكسيوات هادو، كيخرجوا زوينين ويخرجوا رخاص
ما كيهزوش الثوب بزاف كما كتشوفوا. هذا الشعر من طريفات. شوفوا دابا كيفاش جا الفينيسيون ديالها، كتبان فينيه مزيان. عاد الدوبلور يكون ضروري اللون مع اللون ديال الكسوه، اما الثوب خاصو يكون رقيق. ديما الثوب يكون رقيق على الثوب ديال الكسوه. صافي دابا غادي ناخذ الدوبلور ديال الصايه، غادي ناخذ الصايه كامله. هنا الامام ديالها غادي نركب الامام مع الامام. كما قلت لكم هاد البليات كما تشوف الفصاله، فصلت الصايه فصلتها مدوبله على العبار ديال الجيل ديال الفوقاني. علاش؟ باش ندير ليها البليات ويجيو فيها شويه ديال الفرافر. واخا هكاك راه ما درتش بزاف، الا بغيتي يجيك دوك البليات بزاف وتجي منفوخه بزاف كتديري الصايه كتكبري العبار، خاصه يكون الطرف طويل باش يلا من تجمعيه تجمعيه كيعطيك واحد البليات وكيجي زوين. هنا البليات كما كتشوفوا كندير وحده، كتشوف وحده ما درتش ليهم ديك نبقى غير غاداني كلهم في جهه وحده. كما كتشوفوا هذه قلبتها هنا والاخرى غنقلبها كتشوف فيها بحال هكا. شوف وحده كتشوف وحده، كنبقى غاده حتى كنوصل للحاشيه وانا كندير، وفي نفس الوقت رد البال البليات باش كلهم يجيوني مقادين، ما تجينيش كلهم مثلا في الجنب ولا كلهم في الوسط. كاين اللي كيبدا يدير في البلي كيبدا غادي وكيدير بلي بزاف العبار بزاف وكيوصل النص الاخر كيلقى ما بقاش ليه الثوب وكيصدق خدمه سامبل، يعني كتجي عيبه في اللبسه، كيبان بان البلي ما بقاش ما مفرقش على الكسوه كامله. دابا غادي نخدم الظهر حتى هو نفس الطريقه. نفس الطريقه دابا حتى هي غادي نخدم، غندير بليات وحده تشوف وحده. باقا مصوره لكم ان شاء الله، باقا مصوره لكم كسيوات وصورتهم في رمضان في الصراحه، ولكن الوقت ما بقاش باش نمونطي ونحط. يعني كما كتشوفوا كيكون الوقت شويه مزير في رمضان مع الفطور وداكشي وبنادم ما تيفيقش بكري وما كنعسوش بكري. المهم ان شاء الله باقي غنحط لكم كسيوات، واخا فات العيد ماشي مشكل، يعني تعلموا فيهم وتبرعوا وليداتكم في الصيف جاي. دابا لصقت الطوفا والظهر، لصقنا الصايس، دابا غندوزو باش نمونطيو الكميه ملي درنا. دابا غنمونطي داك الكم ديال الجرس اللي فصلناه، هو بصراحه ما كنتش معوله نديرو كي نجا زوين خليته كما قلت لكم راني درتو غير على الله. الكم كما قلت لكم دائما المونطاج كنقسم الكم على جوج، كنحطو في النص ديال الكتاف، كنمونطي جهه بجهه، هاد الجهه الاولى بوحدها عاد كنقلب ونخدم الجهه الاخرى حتى هي بوحدها، باش هكا الا كان شي ديكالاج ولا شي حاجه كتخرج كامله متساويه. وانا كما كتشوفوا هنا راه ما تيخرجش ليا الديكالاج، دائما في المونطاج كيجيني قد الكم قد الضوفة ديالي. هنا دابا غادي ندوز للمونطاج. صافي هنا المهم كنوريكم غير جهه في جهه في الكسوه، ما كنبغيش نخدم كلشي. هنا دابا غادي نكمل المونطاج ديالي، يعني درت له غليل هذاك الكميه الصغيور وغادي نهبط المونطاج ديال الجناب. هنا ملي نكون كنمونطي خاصني نمونطي الخياطه مع الخياطه ديك التلاقيه اللي فيها البلي، صافي نهبط حتى لتحت. ودابا ملي غنمونطيها من جويه بجوجهم غادي ندير واحد ليزيستراس في الوسط اللي غادي يدرق ليا ديك الخياطه ديال التلاقيه. من الاحسن هذيك التلاقيه تبقاو تدرقوها، يا اما ديروا حزام وديروا فيه شي بابيون ولا شي حاجه، ولا ديروا هكا ليزيستراس بحالي غندير انا ولا شي حاجه. يعني من الاحسن تدرقوا ديك الخياطه. هذا ليزيستراس بروميان ما تيكحاش، درته هنايا في غادي ندوروا على الكسيوه كامله، يعني مونطيتها جهه كما كتشوفوا باش نقدر ندور الدوره كامله ويبقى ليا منين نمونطي. درتو في الظهر والضوفه لان الكسوه خاويه ثم ما مزوقش، يعني سامبل. هنا غادي نخيط على جوج جهات، وكما شفتو تيدوز هاد لي زيستراس في الماكينه، هذا ماشي ديال الزاج، هذا الاول اللي كان يعني باش نعطيوها شويه ديال لابريونس. ومن بعد غادي ندير واحد البابيون صغير حتى هي في الحزام، وغادي تشوفوها كيفاش غتجي. جات زوينه الصراحه في نيونه، اللي شافها ما يقولش كاع يعني مخيطاها بوحدك في الدار. باقا ان شاء الله غادي نزيدكم كسيوات اخرين، واخا مصوره شي كسيوات في رمضان، واخا في رمضان غادي نحطهم ان شاء الله ماشي مشكل، المهم هو تستافدوا. دابا غادي ندوز الخياطه الاولى الكوتوره الاولى، ومن بعد غادي ندوز على الخياطه الثانيه لان هذا عريض خاصني ندير جوج خياطات، ما غاتجيش غير خياطه وحده، غيبقى محلول من الجهه بحال شكل السفيفه.
ضروري غادي نهبط حتى الجهه الاخرى. وكنشكر بزاف بالمناسبه باش ما ننساش، كنشكر كاع البنات اللي جداد ودخلوا للقناه وعجباتهم، كنتمنى دائما تنال اعجابكم. وعندي واحد المشكل اخر غادي نقول لكم باش ما ننساش، البنات بزاف كيقولوا لي في التعليق ما تيوصلهمش الفيديوهات ديالي، ما عرفتش يمكن عندي شي مشكل في القناه، حاولوا تحيدي ابوني وعاودي رجعيها وفعلي الجرس الا ما كنتيش مفعلاه راه ما غاديش توصل. انا ما عرفتش واش نتوما ما مفعلي الجرس وما تيوصلكمش ولا ما مفعلينوش، هذه اللي ما عرفتش. المهم مرحبا بكم كاملين في القناه، كنتمنى دائما تنال اعجابكم واي حاجه حطيتها تعجبكم. والبنات اللي تيديروا ديزلايك ما كرهتش تهبطي للتعاليق وقولي لي اشنو المشكل، اشنو اللي ما عجبكش في القناه، ربما تعاونيني باش يتحسن المستوى ديال القناه. وكنشكركم بزاف كاملين. المهم دابا غادي نعاود الكوتوره الثانيه وهكا غنكونوا سالينا الكسيوه ديالنا. بغيت نقول لكم بان غنوريكم حتى القناه ديال الوالد ديالي، غنخلي لكم في الاخر هنا واحد البياسات اللي مخدومين وغادي تشوفوهم، يعني هذيك هي الخدمه ديالو اللي كيحط في القناه ديالو سميتها خياط الاصاله والمعاصره. دخلوا ليها البنات، فيها خدمه اليد، كيفاش تخدموا الضرس للجلابه وكيفاش تخدموا الملاقيه بلاصه العقاد، داكشي زوين. غادي تشوفوا الفيديو دابا البنات، اي حاجه شفتونا راه حاطها في القناه، يا اما غيكون حاطها في الصاله ديالها ولا الخدمه ديالها بلاصه العقاد والضرس وكلشي داكشي.